بيانات باش نقدروا نوافقوا هذا الناس ونحاولوهم. احنا رانا هنا كمؤسسات الدوله كامل، النشاط الاجتماعي، البدايه، التشغيل الاخر، باش على الاقل نرافقوكم ونعرفوا يعني العدد الحقيقي والاحتياجات الحقيقيه نتاع هذه الفئه اللي راهي فئه مهمه في المجتمع واللي تقدر بالمساهمه تاعها تعطي قيمه اضافيه للاقتصاد الوطني وايضا دفع قوي للتنميه المحليه في البدايه. والدور تاعكم في المجتمع ضروري وممكن. هذه قناعه راسي حتى بالنسبه لي انا. احنا رانا بشرى ان شاء الله كل عام نديروا هذه العمليه حتى نحققوا العدد الحقيقي للاشخاص ونوع يعني نوع الحاقه باش يكون عندنا قال كيفاش فاش على عندنا قال الصحراء على الاقل باش نقدروا نبرمجوا عمليات وباش نقدروا نرافقوكم يعني بصفه جيده. وكيف بجهودكم بارك الله فيكم. سي دان كان النشاط هو يعكس الاهتمام الواسع. الوقوف نتاعكم السيد الوالي اليوم هو حدث اضافه نوعيه للفئه هذه، وهذه سابقه اولى من نوعها، اولا من حيث التحسيس ومن حيث الاحصاء، وان شاء الله بعد ما تكمل العمليتين شقها التوعي وشقها التطبيقي ان شاء الله بحول الله ان نجتهد معا من اجل وضع اليه وخارطه طريق واضحه. اكيد لا شك في كل قدراتكم وتسخيركم وامكانياتكم لوضع آلية مناسبة تتلائم وتتناسب مع الإعاقات الموجودة على مستوى الولاية، تسجيلها، تمدرسها، عملها، توظيفها، استفادتها من السكن، مرافقة بصفة عامة، يعني يعطيكم الصحة على هذه المشكلة. وشكرا للأخت اللي راهي يعني كان لها الدور الكبير في تنظيم هذه وتنسيق وتنظيم هذه العملية. تقريبا رانا في شهرين في اتصال وتنسيق لاحظ، وبالتالي رانا ضبطنا هذه العملية وان شاء الله تتبعنا في العمليات الأخرى. هذه البداية إن شاء الله مازال لما لا تكون هي تحسيسية وتوعوية في كل بلدية يعني لهذه الفئة ولهذه الشريحة المهمة في المجتمع. الهمم وتحيين قائمة الأشخاص حتى يمكننا مرافقتهم والتكفل باحتياجاتهم وانشغالاتهم اليومية. هذه العملية يعني بالتنسيق مع الاتحاد الوطني لذوي الإعاقات، أيضا المكتب الولائي على مستوى ولاية المغير. قلت سخرنا جميع الوسائل ولا سيما الوسائل البشريه ل يعني احصاء وتحيين قائمه الاشخاص ذوي الهمم على مستوى البلديات الثمانيه. قلت هذه شريحه يعني مهمه ومهمه كثيرا في المجتمع وللتكفل بانشغالاتها ومشاكلها، كان من الضروري تحيين سنويا قائمة هذا الأشخاص سواء الأطفال في مجال التمدرس ومرافقتهم، أيضا في مجال العمل، في مجال التشغيل. وقد سخرنا كامل يعني القطاعات لمرافقة هذه الفئة المهمة والمهمة جدا، قطاع النشاط الاجتماعي، قطاع التشغيل، قطاع الضمان الاجتماعي، كل القطاعات يعني راهي مسخرة لمرافقة هذه الفئة الغالية على قلوبنا وأيضا المهمة والتي لها دور كبير في المجتمع الجزائري. شكرا. خميسي عشاب رئيس الاتحاد الوطني لذوي الإعاقة الجزائريين مكتب ولاية المغير.
نقف اليوم في مرحلة ومحطة حاسمة جدا بولاية المغير تحت الرعاية السامية لوالي الولاية والمشكور بالمناسبة على كل المجهودات المبذولة من أجل إنجاح هذه العملية، أولا التحسيسية ثم الإحصائية وأيضا التوعوية التي من شأنها أولا أن تساهم في إحصاء ذوي الإعاقة سواء المتمدرسين غير المتمدرسين الحاصلين على الشهادات التي تؤهلهم إن شاء الله إلى أن يلتحقوا بمناصب وظيف وعمل، وأيضا الذين لربما غير مسجلين وغير المستفيدين من حقوقهم على مستوى الولاية. ولذلك اليوم نحن نقف من أجل أن تكون هذه العملية ناجحة، أولا عملية التحسيس بضرورة مرافقة ذوي الإعاقة على مستوى الولاية، ثانيا عملية الإحصاء التي سوف تشمل كل تراب الولاية ببلدياتها الثماني، أيضا القرى والمداشر وكل نقطة على مستوى هذه الولاية. كل هذا يأتي في إطار تثمين مجهودات السيد الوالي وأيضا الاتحاد الوطني ذوي الإعاقة الجزائريين الممثل في مكتبه لولاية المغير، وكل هذا أيضا يساهم في وضع خارطة الطريق وآلية مناسبة تتلائم والتكفل وأنواع الإعاقة الموجودة على مستوى الولاية سواء من حيث السكن أو من حيث التشغيل أو من حيث أيضا التكفل المدرسي وغيرها. نحن نثمن كل المجهودات المبذولة من طرف كل القطاعات بالولاية وكل فواعل المجتمع المدني وكل السكان الطيبين لهذه الولاية، ونتمنى إن شاء الله أن الجميع يكون سندا لعملية الإحصاء لذوي الإعاقة وأن الجميع لا يبخل علينا بالمعلومات التي من شأنها أن تعزز هذه العملية وتضع حجر الأساس للتكفل الأمثل بأبنائنا من هذه الشريحة. أشكر كل من رافقنا في هذا اليوم السعيد والمبارك، وأؤكد وأقول بأنها سابقة أولى من نوعها أول من حيث التحسيس ومن حيث الإحصاء. نشكر كل الإعلاميين، نشكر كل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاح هذا اليوم. يستفيد يقدر في المستقبل إن شاء الله يلقى حتى خدمة. لو ما طلعش نروح بالترك مريح هنا في الولاية. بس نشوف رواحنا معنا نروح لجهة عين الشيخ، نروح جهة المرارة، نروح جهة القرى هذه كل مداشة تاع الولاية. لذا أنتم هذا كشبيبة لازم تعاونونا في العملية هذه، لأني أول شيء عملية إنسانية، عملية خيرية. كمكم أنتم قاعدين باش تعاونونا، إحنا ثاني خدامين وخلينا خدمتنا. شوف صلي على محمد. احنا باش نحلوا مو اعطينا رقمك يا اخي استاذ نقول له بلاك سجل هو استاذ مادام اباح وقال عندي احنا راح نسهلوا لك المهمه دو. نهزوا الرقم نتاعك يا اخي احنا نعيطوا لك وهاي النشاط الاجتماعي تاع الوادي كلها يعيطوا ومن بعد تجي شرف لبش اول شيء يستفيد من البطاقه الزرقاء هذه وشي يقدر يتنقل بلاش يدخل الحدائق العموميه والمؤسسات العموميه بالاولويه ما يديرش لا شان قاصدين انتم تستفادوا في جرته كما نقولوا يقدر يدي المنحه يقدر يلتحق بالمركز البيداغوجي تاع المغير ولا تاع جامعه يقول لي يكفلوا به وعاد القسم مدمج خاص معناها هذيك التصرفات اللي ما تعرف تعمل معها الدوله سخرت لها مؤسسات باش تتكفل بها.